مزامير أبينا داود النبي. كهنتك يلبسون البر وقديسوك يبتهجون من أجل داود عبدك، هيأت سراجا لمسيحي وعليه يزهر قدسي. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير. ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل صور وصيدا، الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم، والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم، وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم: طوباكم أيها المساكين بالروح، لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن، لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان، افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء، لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء، والمجد لله دائماً.